يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم، وكلام كتير عايزين نتكلم فيه النهارده، ملفات كتير اهمها طبعا صفقه المهاجم، وعندي كلام كتير اقول لحضراتكم النهارده، وخصوصا انه يبدو ان الامور اقتربت من الحسم. خليني طبعا بصرف النظر عن الاسم، انا عايز اتكلم في الكونسبت، في المفهوم نفسه. عايز اكلمكم في ماتش السوبر، عايز اكلمكم في معسكر النمسا والماتش هنلعبه بكره ان شاء الله مع بطل سلوفينيا، وهنروح النمسا ان شاء الله. زميلنا فاروق صلاح هيكون جاهز بعد دقائق، يمكن التمرين هتبدا. الاهلي النهارده بيتمرن في غياب 10 لاعبين، المعسكر بتاع الفريق النهارده غدروا بالفعل 10 لاعبين، وبنتكلم طبعا يمكن يعني في لاعبين اساسيين طبعا، سواء رباعي منتخب مصر اللي انضم او اللي خلاص غادر عشان ينضم لمعسكر منتخب مصر في القاهره، شناوي، منعم، هاني، مروان عطيه. سافر النهارده عليهم بيرسي اليو ديانج وعلي معلول، وامبارح سافر بيرسي تاو. النهارده الفجر كمان في 3 لعيبه من النادي الاهلي غادروا المعسكر عشان ينضموا لمعسكر منتخب الاولمبي، احمد نبيل كوكا ورأفت خليل وحمزه علاء حارس المرمى. تمام، ادي 10، ال10 كده بره الحسابات في الفتره اللي جايه. طبعا السيناريو رايح فين محدش عارف، يعني هل من الممكن ان رباعي منتخب مصر الاول يلعب ماتش اثيوبيا والمدير الفني او الجهاز الفني يطلعه عشان يحضر لمباراه اتحاد العاصمه يوم 15، ولا هيكمل مع منتخب مصر لغايه لما يلعب ماتش تونس؟ والقصه في ماتش تونس نوعا ما ممكن، نوعا ما نوعا ما ممكن، سيبك من كل اللي اتقال، انا كل اللي اتقال ده الحقيقه يعني هرجع له مره ثانيه، لكن الى حد ما هيكون عندك علي معلول والرباعي بتاع منتخب مصر هنا في القاهره ليله 12. ليله 12 ده لو اصر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ان رباعي الاهلي يلعب مباراه تونس. علي معلول هيكون موجود مع منتخب تونس هنا في القاهره، والرباعي بتاع منتخب مصر موجود معانا. مالي وجنوب افريقيا حسابات صعبه قوي ومعقده، يعني بالتاكيد مستر كولر مش هيحطهم في حسابات اتحاد العاصمه في مباراه السوبر. لكن خليني اقول لحضراتكم القاعده، نتكلم اهلاويه مع بعض الاول قبل ما اتكلم الناس، قبل ما اتكلم الاطراف الثانيه، نتكلم اهلاويه مع بعض. الاهلي بمن حاضر، احنا لعبنا في مباراه اصعب من مباراه اتحاد العاصمه، وفي بطولة أكبر من بطولة كأس سوبر أفريقيا، وناقصنا عدد أكبر من اللعيبة دي. يعني أنت رحت تلعب بسم الله الرحمن الرحيم كده كأس عالم، بتقابل مونتيري بطل كونكاكاف، بطل المكسيك، فرقة قيمتها التسويقية، فاكر أنا ساعتها الماتش ده كانت 5 أضعاف تقريبا النادي الأهلي، ومع ذلك وفي ظل الغيابات دي قدمت عرض قوي جدا وقدرت تفوز بنتيجة المباراة. فالاهلي بمن حضر في مواجهه اتحاد العاصمه، وما عنديش شك انه اي حد هيمثل النادي الاهلي، وعندنا سكواد محترم جدا السيزون ده، عندنا سكواد محترم جدا. الاصابات اللي رجعت، الاعارات اللي رجعت، الصفقات اللي جت تخلي سكواد النادي الاهلي تقيل قوي قوي قوي، حتى في ظل غيابات الاسماء المؤثره دي. كلمك على اسماء بحجم الشناوي، بحجم منعم، بحجم هاني، مروان عطيه، بيرسي تاو، ديان، كلهم كانوا مفنشين السيزون ولا اروع، فبالتالي مؤثرين او مؤثرين. لكن حتى لو لعب الاهلي المباراه دي من غيرهم، واشك يعني، برضه الاهلي قادر يكسب اتحاد العاصمه. فانا بالنسبه لي مش قصتي قصه سوبر، لكن قصتي قصه مبدا. كل اللي اتقال، حاله العبث، حاله العبث الحقيقه اللي حاصله في الكره المصريه، وملناش دعوه، انسى خالص ماتش السوبر، انا مش حاطه في حساباتي، انا عارف ان شاء الله ان انا اداه قدود، لكن قصه نفسها او قصه المبادئ او المفهوم اللي بتدار بيه الكره المصريه هي اللي بقت محل علامات استفهام كبيره جدا. اللي بيحصل ده ومحاولة انك تغلط نفسك قبل ما تغلط الجمهور، انك تكذب الكذبة وتصدقها، انك تحاول تبان انك بتدافع عن المنتخب وعن المشاعر الوطنية وعن الانتماء، وانت كل هدفك انك انت تعطل النادي الاهلي، لانه مفيش تعارض ابدا 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 بين مصلحة المنتخب وبين مصلحة النادي الاهلي. الكلام على انه الجهاز الفني طبعا، يعني طبعا احنا مش محتاجين نتكلم انه الدوري الانجليزي بقاله كتير، ليفربول لعب تقريبا 4 أو 5 ماتشات اخرهم استون فيلا، وصلاح متالق وصناعه وتسجيل وفورمه عاليه. ففكره انك انت تجيب لعيبه تقول لا انا محتاجهم وهم لسه بسم الله الرحمن الرحيم ما لعبوش ماتش واحد في السيزون،
وصلاح اللي بيلعب في الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم في ليفربول، واحد من الانديه اللي في صداره الجدول واللي بدا الموسم الحمد لله الحمد لله بشكل اكتر من رائع، يريح من مباراه اثيوبيا، علامه استفهام ان لوي فيتوريا نفسه لما يسمح قبل كده بلعيبه منتخب تخرج عشان تلعب ماتشات وديه بقى ورسميه دور تمهيدي او بطوله مش عارف اسمها ايه، ويجي على مباراه الاهلي اللي بيمثل فيها مصر، الاهلي بيلعب تحت علم مصر، الاهلي بيلعب باسم مصر، يقول لك لا والله انا محتاج اللعيبه بتاعت النادي الاهلي الدوليين، علامه استفهام. انا بكلمك على علامه استفهام بالنسبه للجمهور. في تصريحات امبارح طلعت، يعني طبعا هنتكلم على سلسله تصريحات كلها مردود عليها، لكن لما بتطلع شويه من ناس محسوبه او كانت في يوم من الايام محسوبه على النادي الاهلي مش متاكد من صحتها ولا لا، ومحاوله تصوير الامر على انه حاله صراع بين الاهلي والزمالك، انا اعتقد ان ده لا يليق ولا يصح ابدا. الاهلي الكبير، كبير العرب وكبير افريقيا، مش ممكن ابدا ابدا ينزل المسؤولين فيه ولا فكر الاداره فيه لهذا المستوى. المستوى ده يليق باخرين لكنه لا يليق ابدا باسم النادي الاهلي. وقصه النادي الاهلي ابدا ما كانتش مع نادي بقد ما كانت عن مسؤولين عن منظومه الكره اللي تكرر في مناسبات مختلفه خذلانهم للنادي الاهلي بشكل يخلينا نقول انه مفيش امل بمنتهى الصراحه. غني بقى كما شئت، انتظر في يوم من الايام الانفراجه في الكره المصريه، لكن من الواضح انه طريقه الفكر والاسلوب اللي بتدار بيها الكره المصريه تقول لك انه ما ترهنش وما تنتظرش، وانه الاهلي يغرد منفردا خارج السرب، ويبدو ان الاهلي سيظل منفردا خارج السرب كده لسنين وسنين قادمه. يمكن ده يكون محرج للبعض، يعني ممكن يكون نجاحات الاهلي، يعني انه في الكره المصريه كلها لما اقول ان النتيجه لم ينجح احد، ده ممكن يكون مؤلم جدا للبعض او مؤلم جدا للكل، لانه حاله النجاح دي بتكشف حجم الفشل اللي احنا عايشينه للاسف شديد جدا في منظومه الكره في مصر. عندنا كلام كتير، خلينا نروح لفاصل، نروح بس الاول نطمن على فرقتنا ونشوف اهم اخبارنا، ونروح معسكر النمسا ونتكلم على ابو صلاح وعلى حلقتنا في الاسبوع اللي فات، احنا اتكلمنا من زمان بس تعالوا نروح ونفتكر كده الاسبوع اللي فات احنا قلنا ايه. خلينا نروح لفاصل ونرجع ندخل في التفاصيل. قبل بس ما ندخل في الاخبار خلينا نشوف قصه صلاح، واحنا بقالنا او يعني 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 كل جمهور الكره في مصر وكل جمهور محمد صلاح بقاله اسبوعين عايش سيناريو صلاح ماشي من ليفربول رايح الاتحاد، صلاح قاعد في ليفربول، صلاح خلص في الاتحاد، لا صلاح مكمل في ليفربول. واحنا يمكن من اول يوم، يعني انا فاكر كويس جدا اول ما الخبر ده او فكره المفاوضات اتسربت، انا اتكلمت هنا وقلت انه انا اتمنى شخصيا انه صلاح، طبعا قرار صلاح في الاول والاخير ما حدش ليه دخل فيه يعمل ايه، ده مستقبله هو أضرب بمصلحته وهو اللي عارف ايه الاهداف اللي بيسعى لتحقيقها، لكن انا راهنت على قصه النجاح. يعني طبعا يهمني جدا انه يبقى في لاعب مصري بيلعب في الدوري الانجليزي، دي حاجه عظيمه جدا، ويلعب في نادي كبير زي ليفربول ويفوز بالقاب، وممكن يبقى عنده فرصه كبيره جدا ينافس على البالون دور. في حاجات كتيره جدا جدا كمشجع كره تتمنى تشوفها في صلاح مع ليفربول، بالتاكيد مش هتكون موجوده في الدوري السعودي، وبالتاكيد مش هتكون موجوده مع اتحاد جد. لكن في الاول والاخر ما تقدرش تلوم صلاح لو كان خد قرار انه يروح اتحاد جد، لانه حقيقي المغريات كبيره جدا، ويمكن لو في 10 لعيبه مكان محمد صلاح، مش هقول لك بقى 9 كانوا هيختاروا يروحوا اتحاد جده، ال10 كانوا هيروحوا اتحاد جده، يعني عشان نتكلم بمنتهى الصراحه، لان العرض وانا عندي يقين واحساس كمان انه حتى اداره ليفربول نفسها كانت يعني ممكن تكون مرحبه جدا بالعرض، بس عايزه صلاح هو اللي يقول انا موافق على العرض وعايز اروح اتحاد جده عشان ما تتحملش المسؤوليه قدام جماهيره، لانه عرض بالتاكيد مش هيتكرر. لكن مع كل ده كان نفسي او كان رهاني انه صلاح يتمسك باستمرار مشواره في ليفربول، مش عشان يبقى عندنا لعيب في انجلترا ولا عندنا لعيب في ليفربول ولا عشان ياخد البالون دور، لكن عشان يدي ده الهدف الاساسي اللي كنت بتمناه يعني او بحلم بيه، انه يقول للولاد الصغيرين لسه طالعين وشايفين صلاح بالنسبه لهم هو نجم الجيل، هو بالتاكيد نجم الجيل بدون منازع، مفيش شك، كل اللي طلع يتفرج كوره او يحب كوره دلوقتي شايف صلاح النجم التاريخي بالنسبه له، ملوش علاقه باللي قبله وملوش علاقه باللي جاي بعده. فكان نفسي جدا صلاح يقول انه انك تتمسك بحلمك ويبقى انك عندك رغبه في انك تحقق ذاتك، وانه هدفك اللي تحطه قدام عينيك مش ممكن اي مغريات مهما كان حجمها
تخليك تسيبه، كانت يهمني جدا الرساله دي توصل. الاسبوع اللي فات انا كلمت مع حضراتكم، كان في اخبار بقى شبه يقين يعني انه صلاح خلص في الاتحاد، بل انه في اخبار طلعت وسائل الاعلام كلمت انه صلاح موجود في دبي، صلاح موجود في دبي عشان يعمل الكشف الطبي قبل ما ينتقل للاتحاد جده. فكان ردنا عليها وفي لحظتها احنا ما بنهبطش، والحقيقه يمكن فريق العمل في السادسه ما كدبش خبر، وعلى الهوا الحقيقه جاب لنا الخبر اليقين. تعالوا نفتكر كده جزء من الحلقه دي قلنا فيها ايه ونرجع لحضراتكم. بناء على تاكيدات زميلي العزيز احمد شهاب اللي تواصل مع المدير الرياضي لنادي ليفربول، واللي اكد له خلال التواصل او المكالمه دي انه صلاح باقي في ليفربول ولن ينتقل لاي نادي تاني في العالم. طيب لسه قايلها مصطفى، لسه قايلها دلوقتي. ده كان على الهوا في حلقه السادسه الاسبوع اللي فات. النهارده اتاكد بشكل واضح وصريح طبعا بقاء صلاح في ليفربول. نتمنى له النجاح والتوفيق. ومش على فكره انا يعني بتابع، ببص كده على دوري السعودي ماتشات، يعني شفت مثلا ماتش الاتحاد والهلال مثلا، مباراه الريمونتادا اللي انتهى شوطها الاول 3-1 للاتحاد، وانتهى انتهت المباراه 4-3 للهلال. مبروك يا بلال، كلمني بعد المباراه على طول. بس عايز اقول لكم لا شتان، في اسماء تقيله في الملعب لكن الكوره مش هي الكوره، المستوى والمردود مش هو المستوى المردود. مالكم، بنزيما، يعني اسماء كتير ما تحسش ان هي دي الاسماء الموجوده. بعدها على طول شفت مثلا امبارح ماتش الارسنال والمان يونايتد، قصه تانية يا جماعه خالص. لما تشوف الاسماء هنا حتى في انديه بحجم الارسنال واليونايتد، انت بتتكلم على اثنين من عتاوله انجلترا، تاريخ كبير وبطولات كبيره جدا. لكن لما تقارن الاسماء اللي موجوده عندهم بالاسماء اللي موجوده مثلا في الهلال والاتحاد، ممكن كفه الهلال والاتحاد تبقى اتقل، لكن الكره دي غير، المستوى ده غير، الانضباط والتاكتكس كله على بعضه، الباكج على بعضه مختلف تماما. فقصه صدقوني مش قصه اسماء، وده مرتبط باللي انا عايز اكلمكم فيه النهارده، قصه مهاجم النادي الاهلي. انا عارف انتوا رحتوا وجيتوا وانا رحت وجيت معاكم كتير جدا، وكانت بتجيلي اخبار انه الصفقه، مش هقول لك في اللمسات الاخيره، انه الصفقه تقريبا تمت بالفعل، ومع ذلك لغايه النهارده الاهلي لم يحسم صفقه المهاجم. لكن الاهم عشان ما تروحش بدماغك لبعيد، عشان دماغك ما تلفش لبعيد، صحيح في تدعيمات كبيره جدا بتحصل حوالينا، وفي طفره بتحصل في الكره الافريقيه بشكل عام والكره العربيه بشكل خاص. الخليج العربي قدر يطور من نفسه، شفنا مردود هايل للمغرب والسعوديه في كاس العالم الاخير، شايفين دوري سعودي، في حاجات كتير جدا 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 سابقنا فيها بسنين ضوئيه. خلينا نعترف وندي الفضل لاهله، يعني او يعني لما حد يعمل حاجه كويسه لازم تقول لا، في شيء عظيم بيحصل على مستوى الحضور الجماهيري، على مستوى التصوير، على مستوى التحكيم، على مستوى الفار، على مستوى كل حاجه، على مستوى تقنيه النقل التلفزيوني للمشاهد اللي قاعد في البيت. لا، في صوره اكتر من رائعه، في بطوله في منتهى القوه، مش بس بفكره الاسماء او الانتدابات، لكن البطوله نفسها اكيد مصدر فخر للمنطقه العربيه كلها ولاشقائنا في السعوديه. في حاجات كتير قوي عندنا هنا بنفتقدها، وللاسف معظم الملفات دي ملفات مهمله، محدش لا شاغل نفسه بيها ولا بيفكر يحل فيها، شاغل نفسه بس انه يشكك في وطنيه النادي الاهلي عشان الاهلي بيطالب بلاعيبته الدوليه قبل ما يروح ببطوله رسميه ولقب قاري جديد هيضاف للكره المصريه. نروح لاخبارنا النهارده. طبعا كابتن محمود الخطيب يمكن شفناه على مدار الايام الاخيره، كان موجود مع معسكر الفريق في النمسا، والنهارده كابتن خطيب هيسيب المعسكر في النمسا عشان يروح لباريس تحديدا عشان يرجع مره تانية يتابع مع الطبيب الفرنسي اللي بيعالج كابتن خطيب، هيتابع معاه. الحمد لله يعني اعتقد انه اللقطات اللي بنشوف فيها كابتن خطيب في الفتره الاخيره تطمننا الى حد ما الحمد لله على حالته الصحيه. ظهر في اكتر من صوره، ظهر في الملعب، لمس الكوره برجله، يعني الحمد لله. نتمنى ان شاء الله باذن الله الف السلامه للكابتن محمود الخطيب، وتكون رحلته العلاجيه لباريس ان شاء الله باذن الله يرجع منها سليم ومعافى. طيب كنت بكلمكم، طبعا انت بتتكلم على 12 لعيب بره الحسابات، عندنا ماتش بكره، طبعا عندنا ماتش بكره، ويمكن طبعا انا ما عنديش المعلومه، هحاول اعرفها من فاروق، لانه المعلومه لسه ما وصلتناش بشكل رسمي في القناه، المباراه ممكن تبقى مذاعه ولا
مش مذاعه، لكن هنعرف، هنحاول نعرف النهارده وعلى مدار الحلقه زمايلي بيتابعوا لو في خبر او في قرار تعلق باذاعه المباراه من عدمه هنبلغ حضراتكم بيه. لكن في النهايه انت عندك مباراه هيغيب عنها 12 لعيب، يعني من سكواد الاهلي السنه دي المباراه التجريبيه الاولى او التحضيريه للموسم هيغيب عنها 12 لعيب، ال10 اللي احنا اتكلمنا عليهم منتخب اول، منتخب اولمبي، وعندك علي معلول وديانجو وبيرسي تاو مع منتخباتهم، وضيف عليهم طبعا السوليه. مش عارف حاله خالد عبد الفتاح ايه، بس اشك انه خالد ممكن يشارك في مباراه بكره، فدول 12 لعيب اللي ممكن يبقوا بره حسابات مستر مارسيل كولر. عندنا مباراه سيمبا هنتكلم فيها طبعا، قرعه الدوري الافريقي لكره القدم. سيمبا واحد من القوى الصاعده في قاره افريقيا، يعني في ناس كتير جدا شايفاه من الانديه الحقيقه، شايفاه نسخه مصغره من سان داونز، ده انا واحد شايفاه من الانديه اللي بتقدم كوره، وده حقيقي. الكوره بتاعت سيمبا التنزاني اتطورت بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره، وبقى واحد من الانديه اللي عندها رغبه في المنافسه. صحيح ما فيش شخصيه، صحيح ما فيش خبرات البطوله، لكن في النهايه واحد من الانديه. واي نادي انت كنت هتقابله بالمناسبه في الدوري الافريقي هو من الانديه الكبيره، سواء الاربعه تصنيف الاول او الاربعه تصنيف الثاني، اللي بيلعب على البطوله ما بيهموش هو هيقابل مين، وبما انه انطلاقه البطوله في تنزانيا زي ما اقر الاتحاد الافريقي، يبقى انت هتبتدي او الاهلي هو اللي هيبتدي ضربه البدايه هتكون مع سيمبا التنزاني. النهارده هنقرب لحضراتكم شكل سيمبا، الفرقه اتغيرت بشكل كبير عن النسخه اللي احنا قابلناها وعن النسخه اللي شاركت السنه اللي فاتت. تتكلم على 14 لعيب محترف، تتكلم على روبرتو اوليفييرا المدرب البرازيلي الجديد، ومدرب ده بالمناسبه عنده خبرات كبيره جدا 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 في المنطقه العربيه والقاره الافريقيه، اشتغل مع عدد مهول هنعرضه على حضراتكم النهارده، تدعيماتهم، محترفينهم، كل ده هنتكلم عليه. خليني اخدكم كمان لقرار كابتن خطيب الرئيس النادي الاهلي طبعا المشرف العام على الكره، بتكليف كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره انه يسافر للمملكه العربيه السعوديه عشان يحضر كممثل عن النادي الاهلي قرعه كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله باذن الله هتجرى بكره ان شاء الله، عشان تحدد المواجهات او تحدد طريق النادي الاهلي في البطوله اللي هتقام بشكلها او بطريقتها ونظامها اللي احنا تعودنا عليه. لاخر مره نسخه السعوديه هي اخر مره هتقام فيها بطوله الانديه، مونديال الانديه بالشكل اللي احنا عارفينه، وان شاء الله باذن الله طبعا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان القرعه تخدمنا، يعني وخصوصا انها يعني في السنوات الاخيره، ورغم انك انت دايما بتوصل على اقل مربع ذهبي، لكن دايما بتقابل بطل اوروبا، وخلينا نتفق انه بطل اوروبا دايما حظوظه هي الاكبر، هي الاوفر خارج المنافسه، خصوصا لما يكون فريق بحجم البايرن او الريال او السيتي اللي احنا رايحين له ان شاء الله. فنتمنى انه لو هنقابله نتمنى ان شاء الله يبقى في اخر المشوار، وبعدها يكون لينا كلام تاني. بعد دقائق من دلوقتي بالمناسبه هيبدا التمرين، وهنروح مع حضراتكم للنمسا وننقل لحضراتكم اخر اخبار المعسكر بتاع الفريق. طيب خلينا نتكلم على المعسكر، وخلينا نشوف رساله النمسا مع فاروق، هو يمكن هيكون جاهز معانا بعد دقائق، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا، نفتح ملفاتنا ونكمل كلامنا. هو يعني انا بشوف ان الدوري البلجيكي تحديدا واحد من اهم الدوريات اللي موجوده في اوروبا، زيه مثلا زي الدوري السويسري، ممكن كمان تحط معاهم البرتغالي، ممكن يكونوا بوابات مناسبه جدا 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 للاحتراف للعيبة المصرية في الخارج. بس وانت بتطلع لعيب بتاعك مهم جدا، لانه للأسف شديد الدوريات دي احنا حصل عندنا فيهم تجارب عموما يعني ما كانتش مشجعة لأندية في الدوريات دي انها تكرر تجربة اللاعب المصري التاني. لكن صعب قوي انك انت تطلع لعيب مصري للدوري الألماني مرة واحدة، او الإنجليزي مرة واحدة، او الأسباني مرة واحدة، لكن الدوريات دي ممكن تبقى بوابات عظيمة جدا لو أعدنا صياغة طبيعة العلاقة معاهم وركزنا عليهم وعلى الوكلاء اللي شغالين فيهم وعلى الانديه اللي موجوده فيهم بشكل كبير. مجرد نصيحه يعني. خليني اقول لكم بدايه قبل ما استقبل ضيوفي ارحب بيهم، طاقم التحكيم اللي هيبقى موجود في مباراه السوبر الافريقي اللي هتجمع بين الاهلي واتحاد العاصمه زي ما اختاروا الاتحاد الافريقي، حكم ساحه في المباراه هيكون الجابوني بيير اتشو. مساعد اول هيكون الجابوني ايضا بوريس ديتسوجو، ومساعد تاني هيكون حكمة الكاميرونية كارين فومو. أما بالنسبة للحكم الرابع فهيكون السنغالي
عيسى سي، وحكم الفيديو الفار الموريشوسية ماريا ريفات، وحكم فيديو مساعد أو فار مساعد المغربي عادل زوراق. ده طاقم التحكيم إن شاء الله نتمنى له التوفيق. أنا بصراحة يعني يمكن هسألهم هم على السي في بتاع الحكم، لأن أنا ما يعني مش متذكر له ماتشات قوي، فهعرف نطمن ولا نحط إيدينا على قلبنا من قبل ما نروح مباراة السوبر إن شاء الله. خلوني بس بداية أرحب بضيوفي في السادسة، نادر شبانة وحماد الشناوي، ضيوفي النهاردة. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. مساء الخير نادر. مساء الخير يا ابو حميد، ومبسوط دايما كالعاده ان انا معاكم ان شاء الله تكون حلقه خفيفه عنك. نورين الدنيا. مساء الخير حماده. مساء الخير يا ابو حميد، وكالعاده يعني ان انا مبسوط موجود معاك كل اثنين. طيب عندي ملفات كتير قوي عايز اتكلم معاكم فيها، فيها حاجات تخصنا اهلي، معسكر وسوبر، خروج ال10 لعيبه من القايمه، وعندي طبعا منتخب مصر اللي همنا جدا ماتشه مع اثيوبيا وتونس. بس تعالوا نروح الاول للنمسا، نطمن جمهور الاهلي على المعسكر، ونعرف اخر الاخبار طبعا والتطورات مع زميلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير. في البدايه احمد وحشتنا، وحشتني اللينكات معاك، وبرحب بضيوفك الكرام الاستاذ نادر شبانوي، حماده الشناوي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يعني طبعا الناس كلها متشوقه جدا جدا لظهور الاهلي الاول. انا كنت لسه بتكلم من شويه، يعني نتمنى طبعا انه مستر كولر يسمح باذاعه المباراه. خليني ابدا معاك من مباراه بكره، ايه الاخبار، التحضيرات بعد رحيل يمكن اعتقد في 10 لعيبه غادروا معسكر النادي الاهلي، شكل السكواد واللعيبه اللي موجوده ممكن تبقى تظهر في مباراه بكره ايه؟ يعني خليني احمد في البدايه طبعا بالامس كان بدايه خروج بيرستاو لالتحاقه طبعا بمعسكر منتخب جنوب افريقيا، ثم رباعي المنتخب المصري الاول وثلاثي المنتخب الاولمبي كابتن محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم محمد هاني ومروان عطيه، وثلاثي المنتخب الاولمبي احمد نبيل كوكا وحمزه علاء ورافت خليل. كان خروجهم طبعا كان في تمام الساعه 7 صباحا من معسكر النادي الاهلي، ثم تولى الخروج بخروج اللاعب اليو ديانج وانضمامه ايضا لمعسكر منتخب مالي، واخر المغادرين لمعسكر النادي الاهلي واجواء فيينا هنا علي معلول، اللي يعني منذ يعني تقدر تقول دقائق كان خروجه طبعا من معسكر النادي الاهلي، ويعني تقدر تقول في طريقه الان الى فيينا طبعا للاستقلال الطائره من مطار فيينا والانضمام الى معسكر منتخب تونس. في هذه الاثناء اللي انا بكلمك زميلي احمد، مستر كولر بيعقد طبعا التراي ماتش الاستعداد لمباراه الغد ان شاء الله، اللي هتكون في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره. طبعا في ظل الغيابات اللي كان مستر كولر يتمنى ان هم يكونوا موجودين ويكون البروفا الاخيره بوجود هؤلاء اللاعبين، لكن يعني تقدر تقول انا بطمنك بقى على حاله اللاعبين او من الجزء اللي احنا بنتابعه ونتفرج عليه في المران في بعض اللاعبين. بالنسبه لمستر كولر خلاص انت بتخلق بدايل، طبعا اكرم توفيق كريم فؤاد موجودين في التراي ماتش بيشاركوا بصوره طبعا مهمه جدا، طبعا عقب طبعا قرار الدكتور كريستيان فينكل اللي صرح خلاص بمدى جاهزيتهم، ولكن طبعا الامر بيخضع للرؤيه الفنيه مستر كولر ومدى الجاهزيه البدنيه. ايضا امام عاشور اللي يعني واحد من جزء من تكتيك مستر كولر، ويعني واحد من اللعيبه ايضا المهمه اللي باكد لك ايضا جاهزيته، ولكن زي ما قلنا زميلي احمد ثلاث لاعبين سواء اكرم سواء كريم فؤاد سواء امام عاشور هيكون مدى جاهزيتهم او مشاركتهم امر بيخضع للرؤيه الفنيه ومدى الجاهزيه البدنيه للمباراه غدا باذن الله. مستر كولر بيجرب محمد فخري في مركز الظهير الايمن، شفناه يعني خلاص يعني بيكون واحد من الاوراق بالنسبه له طبعا لتعويض غياب محمد هاني في مركز الظهير الايمن، بنشوف كريم الدبيس في مركز الظهير الايسر، في بعض اللاعبين اللي تقدر تقول كده ما شاء الله التوهج بالنسبه للاعبين، يعني قفشه لسه منذ لحظات يعني جايب هدف عالمي في التقسيمه، واحد من اللعيبه اللي عاجبني يعني وادائه بالنسبه للجميع بيلقى استحسان الجميع نظرا للنقافشة الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، وده الجزء اللي مستر كولر بيشتغل عليه مع بعض اللاعبين، تطوير النواحي الفنيه والتكتيكيه للاعبين والادوار الخاصه باللاعبين. يعني المعسكر زميلي احمد يعني الامر مش مقتصر فقط على
الشكل التكتيك العام للفريق فقط، ولكن تطوير بعض النواحي الخططية والتكتيكية بالنسبة لبعض اللاعبين في جزء طبعا بيتم تخصيصه عقب نهاية المران لبعض اللاعبين لتطوير النواحي التكتيكية. أفشى واحد من اللاعبين اللي مستر كولر شايف أنه يعني بيعمل أداء بشكل متكامل في الناحية الدفاعية والناحية الهجومية، طاهر محمد طاهر، اللي يعني إن شاء الله بداية طاهر هذا الموسم هيكون في حالة توهج عند طاهر، واحد من الأوراق المهمة جدا للنادي الأهلي هذا الموسم. رضا سليم ومدى انسجامه وخلاص يعني دخل طول انصار خلاص مع لاعب النادي الاهلي، حسين الشحات واستمراره على الاداء الجيد، صلاح محسن اللي برضو يعني برضو صلاح اضافه قويه جدا طبعا لخط هجوم النادي الاهلي، الاجواء كهربا طبعا، الاجواء بصفه عامه للفريق بالكامل، احمد عبد القادر يعني ان شاء الله موسم هيكون مهم جدا ايضا لاحمد عبد القادر، الامور دي كلها يعني هتعمل منافسه جميله ومنافسه ان شاء الله تكون لصالح يعني الفريق. يعني افهم من كلامك يا فاروق انه سكواد الاهلي كله باستثناء طبعا عمرو السوليه وخالد عبد الفتاح والاسماء اللي رحلت النهارده او غادرت المعسكر هتكون جاهزه للمشاركه، سواء بقى بنتكلم على نيدفيد او 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 كريم او اكرم او رضا او امام، الاسماء الجديده كلها ممكن تظهر في مباراه بكره. لا خليني زميل احمد، باستثناء عمرو السوليه، يعني باستثناء عمرو السوليه خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه وخالد عبد الفتاح وجاهز بالظبط. لا خالد عبد الفتاح موجود، هو باستثناء عمرو السوليه فقط. تمام طيب كويس. طب يعني خالد برضه خالد عبد الفتاح بيشارك في التدريبات بصوره كامله وموجود. بالنسبه لمستر كولر يعني لاعب جوكر، وخليني برضو اقول لك في بخصوص خالد عبد الفتاح، هو زي ما انت زميلي احمد قلت ان هو بالنسبه لمستر كولر واحد من اللعيبه الجوكر بالنسبه لمستر كولر، وبالتالي بعد كل تمرينه مستر كارلوس مطور الاداء ده بيشتغل مع خالد عبد الفتاح على كيفيه اللعب بالقدم اليسرى. خالد بنشوفه في مركز الظهير الايمن، مستر كولر اوقات بيعتمد عليه كمركز قلب دفاع او كظهير ايسر، بيشتغل معاه مستر كارلوس في الجانب اللي يعني يقدر يكون عنده تكامل في اللعبة بالقدمين. وبالمناسبة زميلي أحمد يعني برضو من خلالك من خلال قناة النادي الأهلي خليني أقول لك إن مستر كارلوس اللي هو مطور الأداء يعني كان سبق لي تدريب كهربا وياسين المكاري يعني أثناء توليه قيادة اتحاد الفرق في الدوري السويسري، كان بيمرن كهربا وياسين المكاري اللي هو محلل الأداء وده مدرب من المدربين اللي طبعا أضافه من النادي الأهلي لتطوير الأداء، بيشتغل مع خالد عبد الفتاح لكيفية اللعبة بالقدم اليسرى، اللاعب رأفت خليل بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، امور في تطوير النواحي المهاريه والنواحي الفرديه بالنسبه للاعبين ان شاء الله يكون مردودها في الصالح طيب. العام طبعا لفريق عايز اتكلم معاك عن الماتش نفسه، الماتش مفترض ميعاده الساعه كام، هيتلعب فين، وهل في عندك معلومه تتعلق باذاعه المباراه ولا لا؟ المباراة هتكون مع أحد فرق المقدمة في الدوري السلوفيني، واحد من الأندية اللي يعني بيلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، واحد من الأندية القوية جدا، مواجهة هتكون قوية جدا. المباراة هتكون في تمام الساعة 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهرة، هتكون في مدينة أو مقاطعة جراتس اللي بتبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي ب 30 دقيقة، هيكون يوم اعتيادي بقى يوم المباريات اللي متعودين عليه مع مستر كولر، بيكون في تدريب صباحي لمدة 20 دقيقة ثم محاضرة طبعا أو وجبة الغداء الأول ثم محاضرة لمستر كولر ثم طبعا التوجه إلى مدينة جراتس اللي هتستضيف المباراة. نقطة الإذاعة المباراة يعني خليني يعني احسمها ان شاء الله اليوم من خلال قناة النادي الاهلي طبعا ومن خلال ادارة الاعلام في النادي الاهلي هيتم الاعلان عن مدى امكانية، لكن مستر كولر هو اللي هيحسم هذا الامر. احنا طبعا زميلي احمد تعرف احنا كلنا يهمنا ان الجمهور يشوف اللعيبة وتشوف الحالة اللي عليها بعض اللاعبين في النادي الاهلي، لكن طبعا الامر بيخضع لمدى الرؤية الفنية لمستر كولر اللي هيحسمها ان شاء الله النهاردة بعد التدريب ومن خلال قناة النادي الاهلي ومن خلال طبعا منصات النادي الاهلي وادارة اعلام النادي الاهلي هيتم الاعلان عن هذا الامر. طيب احنا يعني معاك على الهوا دلوقتي لكن هنسيبك، بشكرك طبعا شكرا جزيلا زمايلنا فاروق صلاح، دي كانت اخبار المعسكر واخبار المتعلقه بمباراه بكره، وهنفضل على تواصل مع فاروق على مدار الحلقه لو في جديد فيما يتعلق باذاعه المباراه اكيد طبعا هنبلغكم، لو ما كانش اكيد طبعا لو في قرار هيبقى من خلال شاشه الاهلي على مدار اليوم. مره ثانيه برحب بنادر وبحماده، تحبوا نبتدي منين؟ انا حابب ابتدي الحقيقه من سيمبا،
تعالوا نروح ماتش سيمبا، بما انه طبعا بطوله جديده، بطوله عليها العين، القرعه اللي وقعت الاهلي بطل افريقيا في مواجهه سيمبا التنزاني. تقييمكم لسيمبا الاول قبل ما نستعرض نسخه سيمبا اللي هتظهر قدام النادي الاهلي، تجربه سيمبا في الكره الافريقيه او في البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره شايفينها ازاي؟ نادر، سيمبا مؤخرا وزي ما شفناه ولعبنا معاه في ماتشات كتير في افريقيا، وتحديدا الموسم اللي قبل اللي فات، كان الموسم العاشره اللي قبل اللي قبل اللي فات، موسم العاشره، وكان معانا في ماتش ميكيسوني، ماتش ميكيسوني اللي كان سبب اساسي في ان احنا نتعاقد مع لويس ميكيسوني. كان وقتها سيمبا بيضم على فكره ناس كتير جدا ما تعرفش ده، بس انا خليني اقول لكم انه ميكيسوني، وده مش رايي الشخصي يعني، راي خبراء كتير جدا شافوه او تابعوه، ميكيسوني لعيب جيد جدا جدا، بس ما تاقلمش زي كتير على فكره، زي كتير جم النادي الاهلي بس ما تاقلمش، او ظروف ما خدمتوش مع النادي الاهلي. لكن هو احنا شفناها مع سيمبا، شفناها في المباراه اللي كانت قدام الاهلي، وتحديدا اللي كانت في تنزانيا. بعيدا كمان عن ميكيسوني، السنه دي اصلا احنا شفنا سيمبا يعني الفتره دي المشروع بتاع سيمبا وطريقه تقديمهم للعيبه وطريقه الاعلام طبعًا بتاع سيمبا وطريقه الاستاد. كنتوا معايا انتوا على الهوا واحنا موجودين، وكان وجمهور سيمبا نفسه ملعبهم صعب مش سهل، هم دايما بيكون عندهم قدره في المباريات الكبيره في افريقيا، يعني شفناهم قدام الفرق الكبيره، مش من الفرق اللي بتروح زي ما يقولوا كده ايه، بتروح تاخد شنطه اجوان وتمشي. أيوه. لا، فرقه محترمه، فرقه واقفه على رجلها، فرقه كانت متواجده في سيمي فاينل السنه اللي قبل، الكوارتر فاينل السنه اللي قبل اللي فاتت. اعتقد وجودها اصلا بشكل عام في السوبر ليج ده اللي بيضم نخبه الانديه اللي موجوده في افريقيا، ففكره وجودها ده في حد ذاته اصلا بيترجم، دي حاجه تترجم مدى الاحترافيه اللي هم عليها. صحيح. كنت تفضل انت عندك سيمبا مازيمبي انيامبا نيجيري، وطبعا بيترو اتلتيكو لغايه دلوقتي اوت، او موقفه مش واضح يعني بشكل رسمي ونهائي، لكن مين بالنسبه لك كنت تفضل انك تتفاداه في بدايه المشوار، ومين كنت تتمنى انك انت تقابله؟ والله بص، هو خلينا نقول ان سيمبا فعلا من اقوى الفرق اللي موجوده في البطوله، او من الاسامي اللي انت طرحتها، وده لاسباب كتير. الاسباب تخص الاجواء نفسها، يعني الاجواء في سيمبا او في تنزانيا عموما بتبقى صعبه، الحضور الجماهيري بيبقى كثيف جدا، درجه الحراره بتكون مختلفه عننا، وكمان احنا هنقابلهم في يعتبر في وقت صيف بالنسبه لهم. ايوه. فاحنا دي اكبر مشاكل بتقابلنا لما نيجي نلعب الفرق بتاع وسط القاره او جنوب القاره، ان احنا ما بنقابلش كواليتي وجوده فنيه اكتر ما بنقابل اجواء قاسيه وظروف صعبه تخلينا ان احنا نطلع اللي عندنا. دي اكبر مشاكل بتقابل النادي الاهلي لما نيجي نلعب الفرق. بس انت سواء كنت بتتكلم على انيمبا، سواء كنت بتتكلم على مازيمبي، سواء حتى انجولا، بتتكلم تقريبا ظروف واحده، كلهم واحد وكلهم ظروف واحده. ولكن سيمبا انت بتقابله اخر 3 4 سنين يعتبر بشكل كثيف بالنسبه للبطوله يعني. فهو بالنسبه لك معروف الهويه، يعني انت تعرف تجيب ماتشات ليه، تعرف تتفرج عليه، عارف اللعيبه بتاعته، عارف المدير الفني بتاعه، فده بالنسبه لك حاجه. وعايز اقول ان انت مهما رحت او مهما قابلت، هي كده كده بطوله مجمعه طبعًا طبعًا قويه. السبعه اللي انت داخل معاهم البطوله بالزبط. اي حد منهم عنده طموح مشروع في انه ينافس على اللقب. جوائز البطوله واجواء البطوله والنسخه الاولى ونجاح البطوله، كل ده دافع قوي وشرس جدا لاي حد موجود في البطوله ان هو عايز يكون ضيف تقيل في البطوله، مش عايز اقول انه هياخد. فكره انها بطوله شبه مجمعه، يعني هي مش مجمعه بس يعني تركيزك كله بيبقى فيها، بتلعب ماتشاتها كلها ورا بعض، الفرق كلها تقريبا كتاب مفتوح يعني للمنافسين. الفكره دي لما تيجي تقارنها بدوري ابطال تلاقي انه الدوري الافريقي اصعب ولا تشامبيونز ليج اصعب؟ السوبر ليج فيه مشكله دايما ان اللي كانوا بيواجهوها في اوروبا، وكانوا قايلين من الاول ان لا، البطوله دي لا تقام في اوروبا، علشان كانوا بيضموا نخبه الانديه الاوروبيه. كان بتلاقي ان التوب 4 او التوب 6 في انجلترا موجودين، التوب 5 في ايطاليا، نفس الكلام بالنسبه للدوري الاسباني والالماني. لكن الفكره عندنا احنا في افريقيا بشكل عام، هي انديه اصلا تتعدى على الصوابع الكبار في القاره بعد الاهلي. فالانديه دي هي اللي بتشارك مع الاهلي، الانديه اللي الاهلي كان دايما بيكون في مواجهات صعبه ما بينهم، وبنواجههم دايما في الادوار الاقصائيه. بنبعد عنهم في المجموعات بس بنواجههم في الادوار الاقصائيه. فانت دلوقتي بتتكلم، بس في انديه كتير قويه برضو، يعني ما تقدرش تقول مثلا انه غياب الرجاء، رجاء لا طبعا النجم الساحلي، دي حقيقه. يعني ممكن اقول كايزر تشيفز واورلاندو بايرتس من جنوب افريقيا، الزمالك من مصر،
يعني كل دي أندية، كل دي أندية مع كامل الاحترام ليهم جميعا، ولكن الأندية المتواجدة حاليا في بطولة السوبر الأفريقي هي داخلة على أساس عدد النقاط اللي كانت ليها في البطولات مزبوط. اللي كانت تصنيف موجودة في الاتحاد الأفريقي تصنيفها بالظبط. فبالتالي احنا مواجهة الفرق دي أصلا فكرة انك هتعدي سيمبا فهتلاعب الكسبان من بيترو أتلتيكو وسان داونز، دي في حد ذاتها كنا امتى بقى يعني كنا بنبدا البطوله مثلا شهر 2 يعني نواجه الناس دي في شهر 5 او 6. فالقصه في البطوله تبقى مجمعه انها ضرب نار على طول بالظبط، فيها صعوبه بجانب ان اخر مره لعبنا بطوله مجمعه كانت اعتقد البطوله العربيه اللي كانت في 2017 في مصر. دي اخر بطوله لعبناها كانت بطوله مجمعه. هي بس الناس ما تفتكرهاش مجمعه بمعنى مجمعه، هي سيمي مجمعه بالزبط. يعني هتلعب على مرحلتين بالظبط، هتلعب على 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 ذهاب وعوده طبعا. بس محطوط لها تايم معين، تايم معين او زمن معين من 20 اكتوبر لواحد ل 11 نوفمبر 21 يوم بدون اي ارتباطات اخرى. يعني كل الفرق اللي هتشارك في البطوله دي مش هيلعبوا اي ماتشات تاني بره اجنده البطوله. طب نروح لقرايه سيمبا نفسها حماده، نبتدي معاك بالمدير الفني هو روبرتو اوليفييرا. يعني المدير الفني ده على فكره انا هم الدوري عندهم بدا يعني كنت اتفرجت عليهم. الفرقه دي بتعرف تلعب، عندها كوره بيلعبوا كوره. انا كنت بقول في اول حلقه ناس كتير قوي مشبههم بميني سان داونز، يقول لك طريقه سان داونز وتجربه جديده بيستنسخها سيمبا بالظبط. هو يمكن هم عندهم ميزه قويه جدا لما بيجي يلعبوا على ارضهم الاجواء بتبقى مناسبه ليهم، واللعيبه بتعرف تلعب في الاجواء دي او اتعودت، والجمهور دايما جمهور حماسي هناك وبيشحن اللعيبه وبتخلي اللعيبه تعرف تطلع اقوى ما عندها. فاعتقد ان فرقه سيمبا معتمده. الماتش اللي هناك صعبه من وجهه نظر، هو صعب جدا يعني صعب جدا من الاجواء، من ناحيه الاجواء، من ناحيه الاجواء، ولكن من ناحيه الكواليتي ومن ناحيه لا هو برده النادي الاهلي الكواليتي فارق، ولكن هم برده عندهم اسلوب وعندهم طريقه وعندهم حاجات تكتيكيه بيلعبوا عليها، دي حاجه ما فيهاش. كنت بقول لحماده في اول حلقه انه واحد من المدربين اللي عندهم خبره كبيره جدا في المنطقه العربيه وافريقيا، درب عدد كبير جدا من الانديه الافريقيه والانديه العربيه. بالظبط، هو كان ليه كذا تجربه ولكن هي التجارب في المنطقه العربيه هي بتدي لك معرفه. معرفه ان انت عارف مثلا النادي الاهلي عارف قيمته وعارف حجمه وعارف درب في النمسا وفي الكونغو وفي تنزانيا في البرازيل حمام سوسه طبعا في البرازيل. يعني حمام سوسه ده تونس الشمال السي ده برضو اعتقد برضو في حاجه من المنطقه العربيه. انا يمكن ما عنديش العلم بتاع الدوله فمش قادر اعرف الانديه دي فين بالظبط، بس واضح انه هو عنده تجارب، هو مدرب كبير في افريقيا وفي شمال افريقيا فعنده خبره، فهي بتدي مدرسه برازيليه بالظبط. فهو عنده خبره وعنده معرفه، فهو هيعرف ازاي يتعامل معاك ويعرف يحضر ليك كويس طبعا. فالمواجهه مش هتكون سهله من ناحيه الكوتش والمدير الفني ومن ناحيه الفرقه كمان. فانت هتروح تقابل فرقه، لا هي فرقه محترمه موجوده في السوبر ليج، واضح جدا انها من انديه النخبه في القاره، فطبيعي ان المواجهه عمرها ما هتكون سهله على النادي الاهلي طبعا. فاحنا انا عايز اتكلم في حته صعبه اكتر، ان انت المواعيد نفسها ان انت هتروح تلعب في تنزانيا بعدها باربع ايام هتيجي تلعب في القاهره، فده اكتر حاجه هتكون صعبه على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لسه ما ابتداش السيزون بتاعه. هو اللي اصعب تعود بصراحه من تنزانيا جنوب افريقيا، ما هو انت بعد يعني لو يعني لو سان داونز وده الاحتمال الاقرب او اللوجيك، لو سالت الناس كلها سان داونز ولا بيترو كله هيقول لك سان داونز، فبعدها هتبقى عندك مشوار سان داونز وترجع مره تانية برضو. فدي اكتر حاجه ممكن تكون صعبه على النادي الاهلي. زي ما قلت لك احمد، هي الفكره كلها مش في القوه الفنيه بتاعه الانديه اللي هتقابل النادي الاهلي بعيد عن سان داونز طبعا الفرق القويه الفنيه دي، ولكن هي الظروف والمواعيد والسفر والفرق التوقيت ما بين الدول والحاجات دي، هي دي اكتر حاجه ممكن تقول انها تكون صعبه على لعيبه النادي الاهلي. لان دي تعودوا يعني ناس دي جابت القاره من اقصى شمالها لاقصى جنوبها ومن اقصى شرقها لاقصى غربها، وبيروحوا الخليج وبعد كده يرجعوا على المغرب والمغرب على السودان ومن السودان على اسوان ومن اسوان على جنوب افريقيا. فبيتهيألي خلاص يعني الحته دي برضو خدنا فيها بقى عندنا خبرات، اللعيبه دي عندها خبرات زي والاستشفاء والاحمال. انا بيتهيألي جزء كبير من نجاح كولر السنه اللي فاتت كانت الجزئيه المتعلقه بالاحمال جدا، وفق رؤيه علميه واضحه جدا بصراحه، قياسات فرقت، الراحه فرقت والقياسات البدنيه فرقت والبرامج اللي اتحطت لاعداد اللعيبه بشكل فردي مش التيم كله مع بعضه شغال كل واحد واخد الجرعه اللي تناسبه فرقت معانا كتير قوي بصراحه. خلي بالك الموسم اللي فات ده مستحيل
لا ده موسم شاق جدا استثنائي. سيبك من انك انت تاخد التتويجات دي كلها، لكن حتى لو ما فزتش بالبطولات دي اللاعب اللي يخوض هذا الكم الكبير جدا من الماتشات وعدد ساعات السفر اللي خضتها الفرقه في شيء مستحيل. تقريبا مفيش مكان في القاره ما سافرتوش السنه اللي فاتت، حتى بره القاره انت سافرت يعني. صحيح. انت مفيش مكان ما رحتوش. صحيح. السنه اللي فاتت. طيب نروح للسكواد بتاع، لانه كمان اتكلم على فريق عنده 14 محترف. صح بالظبط 14 محترف. هل في اسماء لازم نحط العين عليها نادر، او اسماء شايف انها يعني علامات بصمات يعني احنا بطبيعه الحال يعني لويس ميكيسوني واحد من ابرز اللعيبه اللي كان عندهم من قبل ما كانوا يجي لنا اصلا. ففكره مش بس ان انت معرفتك بلويس ميكيسوني انت كمشجع للاهلي بقدر ما هي معرفتك بلويس ميكيسوني لاعب سيمبا في البدايه. لكن زي ما القائمه ظهرت قدامنا في عندهم لعيبه برازيليين، يعني حارس المرمى برازيلي جيفرسون ده جول كيبر. بالظبط. وعندهم لعيبه من 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 كوت ديفوار، عندهم لعيبه من الكاميرون، عندهم لعيبه من اكتر من مكان في القرم. الاسم الاول ايوب على فكره ده مغربي، ايوب لاجرد ده محترف مغربي، ده حارس مرمى برضه. حارس مرمى و28 سنه، ومعدل الاعمار كمان في الفرقه يعني اعمارهم مش كبيره قوي. يعني معظم اللعيبه في السن ده بتوصل للبيك بتاعها، هتلاقي عندنا 27 و28 سنه 24 سنه. في لعيبه كمان لسه صغيره 21 سنه، منهم ديفيد كاميتا اللي هو الرايت باك. لكن على حسب القائمه الحاليه للفريق اللي هي المفروض ان هي تبدا السيزون الجديد معاهم وتبدا البطوله معانا وتواجهنا، فابريس نجوما واحد من ابرز اللعيبه اللي موجودين طبعا في الدفاع. ده اللاعب الكونغولي الدولي الكونغولي فابريس نجوما، عنده يعني عنده عدد كبير من الماتشات الدوليه مع منتخب الكونغو، لاعب عنده خبرات كبيره جدا في قاره افريقيا، لعب لاكثر من نادي في افريقيا، سنه 29 سنه. كمان ممكن تبقى عينينا على كلاتوس شامبا، انا فاكر الاسم ده كويس، كان بيلعب مع فريق مازيمبي اصلا. وهو عنده كبير في السن، عنده 32 سنه. كان بيلعب مع جيل مازيمبي اللي كان قدام الزمالك في اللي كان في مجموعه الزمالك في بطولة 2020. لا لا بطولة 2020. بطولة 2020 اللي هي اللي كسبوا الزمالك هناك 3-0. اللي كانوا في مجموعة الزمالك مع ميتشو، لما الزمالك كان بيدربهم ميتشو. أنا فاكر الاسم ده كويس، كان عامل ماتش جامد جدا. هو بيلعب أتاكينج ميدفيلدر وفي نفس الوقت ساعات بيلعب 8 وبيلعب 10. طيب دول دول المحترفين. الصفقات الجديدة حمادة، يعني منهم الصفقات الجديدة اللي أول مرة هتظهر مع سيمبا السنة دي. طبعا الصفقات الجديده اللي اكيد منهم طبعا لويس ميكسوني، يعني واحد من اللعيبه اللي ما بتعرفش تقريبا تتالق. هو خد بالك برضو ميكسوني هيساعدهم جامد في مواجهه الاهلي، يعني انا عارف. يعني انا خايف يعمل معانا زي الولد بكماني ده بتاع افريقيا، بتاع جنوب افريقيا اللي كان موجود مع صن داونز، عرفهم الخبايا والدنيا ماشيه. انا خايف بقى ده يعمل كده. بالظبط. فطبعا اهم الوافدين الجدد يعني لنادي سيمبا هو لويس ميكسوني، راجل كان موجود في النادي الاهلي وراجل قعد سنه مع النادي الاهلي، فاكيد عنده معلومه وعارف مستوى اللعيبه، فممكن يفيد محلل الاداء ويفيد المدير الفني عن بعض اللعيبه وهي موجوده في النادي الاهلي. فابريس نجوما برضو زميلي طبعا نادر اتكلم عليه وتفضل، من اللعيبه المهمه واللعيبه الدوليه اللي برضو لعيبه تقيله واضافه قويه جدا لنادي سيمبا. عندك كمان ميلوني، ده برضو من اللعيبه برضو اللي لسه جايه جديد، ده من اللعيبه برضو اللي انا شفت كان في اكتر من هايلايت كده عشان انا ما شفتش ماتشات كامله. برضو من اللعيبه اللي كانت ظاهره، لعيب هو سنتر باك، لعيب كويس جدا، انا عجبني، لعيب قوي جدا، ولعيب برضو من تعرف طبعا القوه البدنيه اللي عندهم. عندهم كمان جيفيرسون، ده برضو من اللعيبه اللي لسه برضو جايه جديد. يمكن دول من اكتر الاسامي اللي هم لفتوا انتباهي من الوافدين الجدد. وعلى فكره نادي سيمبا من الانديه اللي بتشتري عدد صفقات كتير كل سيزون، يعني كل سيزون او كل ميركاتو تلاقي دايما في هوجه كده ان هم جايبين صفقات وعاملين صفقات كتير، بس غالبيه الصفقات دي مش نادي فقير، هي تجربه استثماريه كلها على بعضها، تجربه استثماريه واستثمار صح، لان النادي جماهيري ونادي ليه شعبيه كبيره وهو صاحب الشعبيه. لا انا الصوره اللي شفتها بصراحه ما توقعتش ان انا اشوفها في اعماق افريقيا، يعني انا شفت فكر اوروبي او صوره بتنم على محاوله الحقيقه على مش بس كوره، انا بتكلم على المنظومه ككل. لا شفت صوره كانها في اي دوري كبير من الدوريات الاوروبيه. حقيقي. ومع ده كله ما بيشتروش لعيبه بمبالغ كبيره، يعني هم دايما بيروحوا ينشنوا على اللعيبه الفري وعلى اللعيب اللي ب 250 و300. انت دخلتني على الملف التاني.
ايه؟ ملف مهاجم النادي الاهلي. انت عارف انه الملف ده يمكن يكون اكثر مسلسل سسبنس عاشه جمهور النادي الاهلي السنه دي ولغايه اللحظه، يمكن طبعا بما انه لم يتم الاعلان عن الصفقه، مش عايز اسبق الاحداث ومش عايز اقول حاجه، لانه انا دايما في الاهلي ما برتاحش الا لما تجيلي انه المعلومه الصفقه تمت بالزبط. خش اعلن عن الصفقه، غير كده حتى صفقه يعني رجعت بالزمن عزيز يعقوبه كان الولد ما فيش خلاف عليه، بس مع الكشف الطبي قال لك شكرا عن الراجل مكسر الدنيا في الصين دلوقتي. لكن انا عايز اخدكم للطريقه اللي بيفكر فيها الجمهور والطريقه المفترض ان احنا نفكر بيها كمنظومه هنا في مصر. انت عارف اللي حصل في السعوديه ده شويه لخبط الحسابات عند الناس. يعني فكره الارقام اللي بتدفع، فكره الاسماء اللي بتيجي، فكله بقى شايف النهارده انا لما اعمل صفقه زيه. مش لازم يا سيدي زيه، يعني مش لازم تجيب رونالدو وبنزيما، بس هات مش عارف اقول لك مين، هات هما ماريجا مثلا، اوريجي مثلا، فاهم قصدي ايه؟ او لما تجيب اسم هات اسم نجم، يعني أيوة مش أيوة. لازم زي سوبر ستارز بس نجم كبير. مع انه انا لما برجع بالذاكره لاهم الاسماء المحترفين اللي جم في مصر هنا، ما فيهم لعيبه الاهلي دلوقتي، يعني ديانج ومعلول محدش ينكر ان هم اتنين من اهم نجوم النادي الاهلي بالزبط. لما جم محدش كان يسمع عنهم، جابوا نجوم اصلا ومن قبل كده، ومش بس الاهلي، اوتاكا جه محدش عارفه، ايمانويل جه محدش عارفه، فلافيو جه محدش عارفه، بفلافيو ناس كانت بتقول لك مشي، يعني في ناس ما كانتش عارفه تماما. اللعيبه النجوم زي مثلا اجوجو واحد من ابرز اللعيبه اللي كانت في افريقيا وصلت مصر. مش هنجيب سيره مالودا قوي لان مالودا كان جاي يعتزل في مصر بشكل كبير، لكن لما بتشوف الاسماء الكبيره قوي اللي كانت بتوصل من افريقيا عشان تيجي الاهلي او الزمالك او اي نادي في مصر، يعني قليل قوي فيهم اللي نجح. لكن زي ما انت تفضلت فعلا يا احمد، هي فكره ان الرؤيه للمهاجم انك بتبص للاسم يكون مرتبط بالامكانيات اللي حاططها المدير الفني طبقا لما يعني احدده هو، لان في الاول وفي الاخر هو ما حدش هيجبر المدير الفني على لاعب، وده شيء بديهي جدا طبعا، وده شيء طبيعي جدا في اي مكان في العالم. بس هنا الدور المهم جدا اللي لازم نتكلم عليه، لانه ده ما بتكلمش على الموسم ده ولا بتكلم على الصفقه بتاعه الاهلي دي، انا بكلمكم على انه ده المستقبل بالنسبه للكره في مصر. لو عايزين يشتغل كره صح، لا هتقدر تنافس ولا هتقدر تدفع الارقام دي ولا هتقدر تجيب الاسماء دي. فالقصه هنا قصه سكاوتنج، ازاي لما تشتغل على انك تجيب لعيب ب 200,000 و 300,000 وبمليون يا سيدي، وتصدره وتبيعه ب 4 و 5 مليون تبقى انت استفدت فيه. ده التراك اللي احنا يمكن في مصر عموما يعني ما بشتغلناش عليه. هو انا اتفق معاك في الحته بتاعت السكاوتنج دي، لان انا اتكلمت فيها كتير وناديت ان الانديه في مصر تشتغل بيها، ومع الاسف الانديه اللي بتشتغل بيها في مصر هي بتشتغل بيها بطريقه مش كويسه، وما ما بينكملش. احنا بنعمل الشكل العام ان احنا بنعمل سكاوتنج، بس ما بنمشيش على التراك. هي يعني فكره السكاوتنج ان انت بتدور في افريقيا او في الدول الناميه، ان انت تدور على مواهب معينه لسه ما نجمها ما سطعش، فتجيبها عندك في المنظومه الناجحه الكامله المتكامله، فتيجي تحط وسط المنظومه، ما يحتاجش وقت كتير مع شغل برضو مش كتير، فاللعيب امكانياته تظهر. فاذا يجي نادي تاني غني يروح شاري منك، فانت تكون كسبان فيه سيدي حتى لو مليون دولار مثلا، وتقدر تجيب دي الفكره، وتقدر تجيب غيره. انت كسبت مليون دولار، اما بيقولوا مثلا الاتحاد مفنش السيزون هداف دولي، مش جايب رقم كبير قبل ما تبدا السيزون، مش جايب رقم كبير، وسمعت انه اتعرض على الاتحاد في رقم مش قليل. في حاجه تاني هي معطله الانديه او معطله ان احنا ممكن نجيب صفقات كويسه للدوري المصري، هي فكره مواعيد. يعني دلوقتي مثلا الاهلي عشان يروح يكلم نادي في اوروبا دلوقتي، اعتقد الموضوع صعب جدا. ليه؟ لان انا نادي، انا داخل السيزون بتاعي معايا القائمه بتاعتي، قفل ومش عارف اجيب بديل، انا ايه المقابل المغري قوي ان انا ادي لك لاعب موجود عندي حتى لو كان لاعب صف تاني، مش هعرف اعوضه. فاذا ده عامل مهم جدا. العامل الثاني هو عامل الدولار برضه، او العمله الصعبه. العمله الصعبه برضه يعني اعتقد يعني انا مش محتاج ان انا اتكلم على العمله الصعبه، فده عامل برضه مؤثر. الحاجه الثالثه هي فكره الندره. انت بتتكلم على الاهلي اللي هو يعتبر اكثر الانديه الافريقيه والمصريه طبعا بالتاكيد ضمنيا، عنده ايرادات موارد ماليه وخصوصا طبعا من نشاط كره القدم بشكل صحيح. مباشر تسمح له انه يبقى عنده اريحيه في ابرام صفقات، فما بالك بالباقي بيعمل ايه؟ ما هو ده يخليك برضه ترجع للكلام اللي احنا اتكلمنا فيه بالاول، ان انت تتعب وتشقى وتدور على اللعيب اللي بملاليم عشان تخليه بملايين.
يعني هي دي هي فكره الاسكاونتنج يعني او اكتر الانديه اللي بتعتمد على فكره الاسكاونتنج مش الانديه الغنيه طيب. يعني انت مثلا مانشستر سيتي ما بيعتمدش اعتماد كلي على فكره الاسكاونتنج بس مثلا الانديه البرتغاليه زي بورتو زي بنفيكا مثلا زي هولندا مثلا دي اكتر انديه بتشتغل على فكره الاسكاونتنج ليه لان دي نادي بيصنع لاعب يوديه لاوروبا او التوب 5 انما انا مانشستر سيتي انا ما عنديش المنظومه اللي تستحمل وتستوعب ان انا اجيب لاعب مثلا نص سوى خلينا نقولها كده بلغه نص سوى اجيبه يستحمل استحمل انه يغلط زي ما قال ارسن فينجر قال لك عشان تشتري لعيب او يكون عندك لعيب كويس انت قدامك طريقين يا اما تشتريه جاهز يا اما تصنعه وفي كلتا الحالتين هتدفع يا اما هتدفع بفلوس وتدفع مبالغ عاليه كبيره قوي يا اما تدفع بيه نقط وخسائر ماتشات وممكن توصل بيك لخساره بطوله عشان دي يبقى عندك اللعيب زي ما حصل في السيتي. هنروح بعيد ليه؟ بصوا السنه دي مثلا على ميزانيه تشيلسي في الانتدابات والتعاقدات وتشوفوا تشيلسي فين، بصوا على بادجت الاهلي السعودي وشوفوا اخر مباراه حصل له ايه، فالقصه مش قصه اسماء ومش قصه بادجت على الاطلاق، قصه تحديد احتياجات وازاي تقدر تختار اللي انت محتاجه باقل تكلفه ممكنه تستفيد بيه فنيا تستفيد بيه ماديا وتعيد تصديره. لو هنشتغل كده الانديه المصريه مش كلام على الاهلي بس، كان لو الانديه في مصر اشتغلت بالقصه دي مستوى الدوري نفسه هيعلى، ايرادات الانديه هتعلى، حجم الاستفاده الفنيه والماديه هتعلى بشكل كبير جدا. انا عايز اضيف على الكلام اللي قاله كمان حماده يا احمد ان نفس اللي حصل ده اللي حصل في مشروع يورجن كلوب مع ليفربول اصلا. اول ما وصل محمد صلاح جايب 35 مليون استرليني، دلوقتي محمد صلاح معروض عليه في 200 مليون استرليني، هم اللي رافضين ان هم يبيعوه. فيرجيل فان دايك ان هو اتقال اغلى مدافع في العالم كان في الميركاتو ده هي الصفقه دي، لكن باقي الصفقات اللي كان جايبهم مثلا وقتها اليسون بيكر وفابينيو نابي كايتا السنه دي نهايه السيزون ده اصلا ليفربول كان بطل اوروبا. ليه؟ لانه كان اول ما وصل هو ضحى زي ما حصل زي النظريه اللي قالها بتاعت ارسن فينجر بالظبط، ضحى في اول موسم ليه 2015 2016 وصل في نص الموسم خسر بطوله اليوروبا ليج امام اشبيليه، الموسم اللي بعديه كان موجود في نهائي دوري ابطال خسروا، بعدها بموسمين رجع تاني نهائي دوري ابطال وكسبوا امام نهائي راموس صلاح. نهائي راموس صلاح اعتقد كمان يا نادر او يا احمد يعني النموذج الامثل والاشهر لفكره الاسكاونتنج هو برايتون. برايتون ده حاجه ثانيه نموذج. لا وفي انديه فتح الباقي يعني ممكن اقول لك بروسيا دورتموند، ممكن اقول لك اياكس امستردام، ريد بول لايبزيج، كل الناس لايبزيج سالزبورج، هو ده الاستثمار في الكوره. هو ده الاستثمار. طيب عايز اتكلم معاكم في منتخب مصر، انا عندي ملفين مهمين جدا بس مش لا يعني مش هنسى منتخب مصر مواجهه مع اثيوبيا فيها كلام ولا قصه؟ انا شايف الامر محسوم يعني خلاص احنا صعدنا ومش عايزين نقول كلام يعني يضايق حد بس هي القصه يعني كلها يعني انا مش شايف ليها اي فايده غير موضوع التصنيف في حين ان الناحيه الثانيه اتقال ان تصنيف يعني ايه يا راجل يا طيب. انا بقول لك في حين ان الناحيه الثانيه بيتقال كلام مش منطقي تماما في سكه اللي هو احنا كده كده خلاص يا جماعه ضامنين. طب يعني انت الماتشات اللي زي دي ده في مدربين منتخبات كبيره بتدور عليها علشان تكتشف اللعيبه الجديده واللعيبه النجوم. على فكره صغيرين. بالمناسبه انا اسف نادر اسف حماده بس تعليقا على كلام اتقال، هو الاهلي زي ما بيطلب من منتخب مصر انه لعيبته ما تروحش مع المنتخب في المعسكر، ليه ما قدرش يعمل ده مع الاتحاد التونسي والاتحاد الجنوب افريقي والاتحاد المالي؟ شتان الفارق، اولا الانديه دي ما يفرقش معاها كاس السوبر لانه ما فيش نادي بيمثلها وبالتالي مش من مصلحتها انه لعبتها تبقى موجوده هناك، لكن لو كان في نادي تونسي بيلعب كنت اشك الاتحاد التونسي لو ضامن التاهل مباراه تحصيل حاصل ياخد لعيبه من نادي تونسي راح يمثل تونس، بالعكس كان هيدعمه بشكل كبير. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ما ينفعش تقارن ابدا بين اتحادات غريبه مش من مصلحتها على الاطلاق انه نادي مصري يفوز بالبطوله وتحطها في موضع مقارنة مع اتحاد مصري مفترض انه من مصلحته ومن اهدافه انه يحافظ ويدعم الاندية المصرية ويساعدها على انها تزود لقب قاري للكرة المصرية. اللقب ده هيتحسب للاهلي صحيح بس هيتحسب كمان لرصيد الكرة المصرية على مستوى الانجازات في القارة الافريقية، فخانك التعبير والمقارنة لا تجوز. معلش هو شيء بالشيء يذكر شيء منطقي جدا لا تجوز تماما يعني قال لك ليه الاهلي ما عملش ما طلبش من 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 منتخبات تونس يا احمد هو يعني في مثل شعبي دايما بيتقال ان اللي ما يعرفش يقول عدس. طيب لو احنا عندنا 90% من الناس اللي زي اللي انت بتتكلم عليهم دول ما بيعرفوش، فهو قدر الامكان القصه كلها ان انا بطلع بقول الكلمتين دول عشان اركب ترند، علشان الناس تتكلم عني، علشان الناس تقول ان انا بتكلم على فلان او بتكلم على علان، لكن هي القصه كلها لو اتكلم بمنطق او قعد ودرس الموضوع بمنطق لان اصلا في منتخبات دي لسه ما ضمنتش صعود اصلا. المشكله نادر المشكله حماده انه الناس دول
هم اللي مسؤولين، او مش عشان ما اختزلش الامور في اشخاص، الفكر ده، الفكر ده هو فكر الناس اللي بتبقى مسؤوله عن اداره منظومه الكره المصريه، واللي وصلتنا للحاله المزريه اللي احنا عايشينها، واللي غالبا يعني طول ما هم موجودين على الساحه ما تتوقعش ان في شيء يتغير، وانه ده اللي هيبقى الحال فيما هو قادم وما هو قادم. تعرف إيه؟ اكتر حاجه مضايقاني في الموضوع ده كله ايه، او من تصريحات المسؤولين اللي بتطلع، ان هم دايما واخدين الاهلي طرف مضاد. يعني احنا الاثنين مش اتحاد واحد، وانت نادي في الاتحاد بتاعي فادور على مصلحتك وادور على مصلحه منتخب بلدي، لا انا بدور ان انا ازاي اخد مصلحتي حتى لو كانت مصلحتي ضد النادي اللي تحت. يعجبني قوي الكلام ده، وافتكر وانت بتقوله كيف يدير مسؤول الكره المغربيه ملفات انديتهم المشاركه في بطولات الافريقيه والدولية. ده نموذج، أيه. نموذج ان انت ازاي تخدم بلدك وازاي تخدم الانديه بتاعتك، حتى لو ان النادي اللي انت بتخدمه هو نادي انت مالكش به اي صله. أيه. يعني الوداد ايه علاقته مثلا بفوز لوجا؟ واكتر حد افاد الوداد في الملف بتاعه الاستاد او بطوله استضافه كاس العالم الملعب حد مين هو؟ أيه. فوز لوجا رغم ان هو مالوش صله، اي صله أيه. حتى بيشجعه اصلا. فاحنا ليه ما نشتغلش ان احنا نشتغل كمنظومه واحده؟ منظومه واحده، انا نادي الاهلي، زمالك، اسماعيلي، بيراميدز، اي نادي بيشارك في اي بطوله دوليه، ان انا اسهل له. وصلنا لدرجه، ودي ضريبه النجاح لازم تفهمها انت كاهلاوي، احنا وصلنا لدرجه انه نجاح الاهلي بقى مؤلم جدا، مؤلم للكثيرين يعني ده. يعني بيزيد من الاوجاع، فبالتالي مطلوب شويه انه الدنيا تهدى، مش لازم كل شويه تتويجات قاريه وظهور عالمي وبطوله دوري ابطال والمنافس الوحيد والاهلي هو البطل الاوحد. ده بقى شيء كاشف وحاجه اخيره للعورات يعني انجاز التعليم. حاجه اخيره في الملف ده، انا بقول لبعض الناس ان النادي الاهلي هيلعب في دوري الابطال، هيلعب في السوبر ليج، هيلعب في كاس عالم انديه، هيلعب في دوري الابطال، هيلعب سوبر مصري، هيلعب سوبر افريقي. اتمنى من الناس اللي بتقعد تتكلم في وسط السيزون ان الاهلي بيتاجل له ماتشات، من دلوقتي روح قدم احتجاجاتك للاتحاد الكوره، قول احنا مش عايزين الاهلي يتاجل له ماتشات، وشوف رده عليه، عشان ما تجيش في نص السيزون وتلاقي الاهلي متاجل له 5 أو 6 أو 7 أو 10 ماتشات عشان هو مشغول في بطولات ثانيه قاريه وتوجع دماغنا. فاتمنى تروح من دلوقتي. هو التركيز اساسا في ماتشات الاهلي المؤجله، يعني مفترض مشاركه الاهلي في هذا الكم الكبير جدا من البطولات يخدم او يصب في مصلحه المنافس. يعني ده اوفر لود، ده عدد اكتر من المباريات يعني الاهلي بيلعبها، حاله اجهاد عنيفه نتيجه الماتشات ونتيجه السفر والترحال، وبالتالي ده يخلي او يخلق مناخ مفترض يعني انه يبقى في منافسه على المستوى المحلي. ما بيلاقيش شماعات ان هو يتحجج بيها بالفشل. لا والله احنا ما فيش اكتر من شماعات. على حسب الاهواء، يعني على حسب امتى هقول ان الاهلي عنده ضغط ماتشات، وعلى حسب امتى هقول لازم تاجل الاهلي زي ما بتاجل لفلان، وعلى حسب امتى هقول لا الاهلي زي تاجله، حسب مصلحه اللي بيطلع يتكلم فيه. اصل انا نادر سيدي جدول لي مديونيات، يعني بدل ما تطالبني ان انا ادفع لاتحاد الكوره جدول لي مديونيات، اجل لي او الغي لي ضرائب، اعمل لي مش عارف يعني، اديني اي حاجه حسسني انه في دعم من اي نوع، يعني حاسس ان بتدعمني زي ما بتدعم غيري. بالظبط كده. انت عارف انا يا احمد، بمناسبه اللي هي مصلحه، انت عارف ان الزمالك السبب الرئيسي والاساسي ان الزمالك خد الدوري 2 و4 ان هو كانت قصه المؤجلات دي. لو فاكر احنا كنا بنبقى متقدمين في الجدول، بنقول لو الاهلي كسب المؤجلات هنبقى كذا، كنا بنخسر رغم ان احنا ماشيين في الجدول كويس قوي. اول ما بدانا قبل ما نلعب في دوري الابطال، بمجرد ما انشغلنا في البطولتين وفي كاس العالم الانديه وجينا مرهقين، الزمالك فاق، لان الزمالك خرج من المجموعات طبعا لسنتين بدري. على التوالي. فبالتالي بقى متفرغ للدوري، وبقى بيلعب كل 5 أيام، واحنا كنا بنلعب كل 48 ساعه. صحيح. فالموضوع كان صعب جدا على اللعيبه، وما كانش فيه تدوير يساعد الوقت ده. طيب هروح لمنتخب تونس، نقرا معاكم منتخب تونس بما انه المواجهه الاهم والابرز منتخب مصر والاصعب، يعني اذا كنت بتقول لي اثيوبيا وتونس اقول لك لا تونس طبعا، تونس اتقل بكتير. نشوف معاكم كده محترفين تونس، وعلى فكره تونس ما شاء الله يعني احنا بندرس كلهم محترفين اصلا، منتخب كله محترفين من اللعيبه المحترفين. اتفضل يا نادر. طبعا يعني حراس المرمى ايمن دحمان، منتصر طلبي، احنا بس بنتكلم دول اللعيبه المحترفه اللي هتمثل منتخب تونس. ان شاء الله ان شاء الله هم دول اللعيبه المحترفين في انديه اوروبيه. يعني ابرزهم طبعا هنيجي نتكلم في علي معلول، محترف في النادي الاهلي، واحد من ابرز اللعيبه او من اميز اللعيبه اللي موجودين في افريقيا، افضل باك ليفت موجود في افريقيا بالكامل. وجدي كشريده، واحد من ابرز اللعيبه اللي كانوا موجودين اصلا في افريقيا قبل ما كان يحترف،
قبل ما كان يخرج يلعب باري. الياس خيري، الياس خيري واحد من ابرز اللعيبه اللي حاليا في في في, في من الانديه الكتير. كان عندهم هانيبال في المانيو موجود بس هو ساب، كان معار السنه اللي فاتت لبرمنجهام سيتي ورجع لهم السيزون ده، كان معار اخر ست شهور في السيزون ما ظهرش لسه، ما كانش لسه لاعب وموجود في القائمه فعلا. يوسف المساكني محترف في قطر، لعيب يوسف المساكني لعيب كبير، واحد من ابرز اللعيبه. حمزه رفيع ده واحد من اميز اللعيبه اللي ليهم مستقبل في تونس، ده متواجد في وسط الملعب عنده 24 سنه، هو محترف حاليا في ليتشي اعتقد في الدوري الايطالي. اسمه حمزه رفيع، حمزه رفيع بيلعب في ليتشي في ايطاليا، بيلعب في ليتشي ايطاليا. ده معار من يوفنتوس، واحد من اهم اللعيبه اللي كانوا طالعين وكان بوتنشال جدا في يوفنتوس. ده كام سنه نادر؟ 24 سنه. فالمفروض ان هو ان عقده يخلص اخر سيزون دوت، وعنده اهتمامات من انديه كبيره في المانيا وانجلترا ان هم يتعاقدوا معاه في الصيف. دي من ابرز اللعيبه اللي موجودين. طبعا تغيير الدماء اللي بيحصل في منتخب تونس اصلا بشكل كبير، معظم اللعيبه لو جيت بصيت على سنها يا احمد مش لاقي حد معدي ال 25 سنه باستثناء مثلا علي معلول او اسمه ايه اسامه حدادي. العناصر المهمه او العناصر اللي شابة. فيها الوقت على فكره دي اكبر الياس خيري بيلعب فين؟ مين؟ الياس خيري بيلعب في الياس خيري فرانكفورت تقريبا. فرانكفورت ده اعلى قيمه تسويقيه في انتراخت فرانكفورت، لعب معاهم نهائي اوروبا ليج السنه اللي قبل اللي فاتت. ده بيلعب مع مرموش يعني. بيلعب حاليا مع مرموش. على فكره مليون يورو وعندهم هانيبال برضو مان يونايتد 8 مليون يورو بالظبط، وعندهم منتصر الطلبي 8 مليون يورو. دول اغلى تقريبا لعيبه. بعد كده اغلب اللعيبه طالعه بارقام بتدفع عندنا هنا في الانديه في مصر، تيجي تقعد احتياطي والله ارقام اكبر منها بكتير والله. يعني زي ما قال نادر، هو المنتخب التونسي كان الفتره اللي فاتت كان اكتر حاجه بيعاني منها هو معدل الاعمار المرتفع. ان كان عندهم مثلا لعيبه بقالها سنين بتسمع ان هي بتلعب في منتخب تونس، زي وائل الخزر مثلا، زي مثلا علي معلول، زي الياس شت، قصدي طه ياسين الخنيسي، وعندك طه ياسين برضو كان لعيب، عندك عدد اسامي كبير كان في الكويت. فكان اللعيبه كبرت والمجهود البدني كان بيقل، فهم بيفكروا دلوقتي زي ما هو انت شايف كده. اغلب الاسامي دي على فكره هي ما عندهاش ارقام ماتشات دوليه كتير، اللعيبه دي مش خبره، فانت الماتش برضو مش هيكون صعب على قد ما هو هيكون تجربه وفرصه للعيبه في ماتش ودي انها تتجرب. يعني انت ملاحظ مثلا ان وهب الخزر احد اساطير منتخب تونس، هو مش موجود في السكواد، رغم ان وهب الخزر ده هو بمثابه مثلا حاليا دلوقتي هو محمد صلاح بالنسبه لتونس، لان منتخب تونس ما عندوش اللعيب الواو قوي اللي محترف في الدوريات التوب. طيب هختم وهيجي طبعا كلامنا على ماتش اثيوبيا وتونس في وقته، بس يهمني ماتش بكره. شايفين ماتش بكره ازاي مع بطل سلوفينيا، فريق بيلعب في الدور التمهيدي دوري ابطال اوروبا. المطلوب من مستر كولر ومن الفريق ايه بكره، وفي ظل الغيابات اللي اتكلمنا عليها نادر، شايف الاهلي ايه شكل السكواد او التشكيل اللي ممكن يبدا بيه المباراه، او اللي انت تتمنى انه يبدا بيه كولر بكره الماتش؟ انا شايف ان بعد يعني المعسكر ده ان شاء الله باذن الله يكون في عدد كبير من اللعيبه قدرت ان هي تقنع المدير الفني بشكل كبير. ده ما حصلش السنه اللي فاتت مع المدرب نفسه، ما قدرش ياخد الفتره دي ان هو يتعرف على اللعيبه. الراجل يعني جاي من الدار للنار على طول، اول ما وصل على طول النادي وصل لبطولة افريقيا، لعبنا بطولة افريقيا على طول، فساعتها ده ادى الى ان احنا ما كانش عندنا فترة اعداد كافية. فكرة ان انت بتلعب بطل سلوفينيا، احنا في اوروبا بشكل عام لما بنطلع نلعب بره، زمان لما كنا بنطلع في فترة الاعداد اللي كنا بنطلع في لعبنا قبل كده باريس سان جيرمان ومارسيليا واياكس وبرشلونة وسيلتيك وريال سوسيداد واسبانيول، كل الانديه اللي لعبنا معاها كان بيفرق جدا مع الاهلي. احنا كنا دايما بنرجع من فتره الاعداد دي على بطوله افريقيا على طول. نتذكر ماتش اشانتي كوتوكو 4-0 2006، كان خسرانين من باريس سان جيرمان 2-1، رجعنا على الماتش ده وكسبناه 4-0. فيفرق معاك في ايه اكتر كمان؟ فكره اللعيبه اللي مش دوليه اللي موجوده، وبعد الاصابات وبعد اللعيبه اللي مشيت الاستفاده اللي تعود على فتره الاعداد، شكل الفريق بكره يبقى عامل ازاي. طيب ده اختبار لقوه سكواد الاهلي، لانك بيغيب عنك 12 او مش هيشارك في ماتش بكره لاسباب كتيره، يعني 12 لعيب، فبالتالي انت بتختبر مدى قوه سكواد الاهلي بالعناصر اللي موجوده فيه. شايف التشكيل الامثل ايه سريعا يا حماد؟ التشكيل الامثل الماتش بكره الودي هو زي ما قال نادر، هو هيبقى تراي ماتش للفتره اللي جايه او لماتش السوبر بالاخص. فاعتقد ان بكره مثلا هيبدا
بمصطفى شوبير ومخلوف دلوقتي حمزه والشناوي طارق في حراس المرمى. اتوقع ان هيكون مصطفى شوبير زي ما قال زميلي فاروق برضو ان اتوقع ان هيكون في الناحيه اليمين هيكون محمد فخري لان طبعا محمد هاني لاعب دولي. طيب انا بعتذر جدا، احنا ان شاء الله باذن الله يعني هنبقى موجودين معاكم وهنتابع المباراه. بعتذر لحماده عشان وقتنا خلص. بشكر حماده الشناوي وبشكر نادر الشبانه على وجودهم معانا، استمتعنا بيكم ونتقابل اكيد في حلقات جايه من السادسه. بشكركم على المتابعه، نتقابل على خير دايما على شاشه الاهلي. تحياتي لكم.